إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر قوح قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد بقولي لحية كنتم فأنا قجرنا قصدي لبدننا ولا لها إلهي نعمي يعني نكم هذا نقي لأن النعمة كقالوا بي نظر إليه وحا آغي ننكي نعمة كقالوا بي وحا آغي الأخ ولا الكيسي المؤمن إلهي رمي وبكاو ويكي إلهي رمي باوي شفقة نسقه ونحريسان يا ونحيا عليه كقالوا بي ونحيا يعني قال نمضى كل عضي عقابك كقي من دونة وأحب وحوش على عضي وحوش على استكي إيمانك لها أن يصحح إنو التوسي وهقاتيو اعتقاد أخيه يعني عقيدة هي إيمانك ولا الكيسة الكافر قال كأنه حقك هكذا وكسحه وأن يهديه إنه كهنوني إلى الإيمان الرمينة إلهي فقال له حكورك إيمانك لها بايري وهو يعده يسقه وارنا يا أخي ولا الكيو أكفرت بالله ما واحد كقالوا له الذي عليه خلقك كأبوري خلقك كأبوري ورزقك إيكوسيي الجنة بيرتن برواقضة يوال مال حوالهان أدهيسطو يوال أولاد أبطن هذا الشيء انتابا ما ليه كوسيي بات كقالو دي أكفرت بالذي أكفرت بالله ما إلهي بات كقالو دي الذي الله خلقك كو أبوري في بطن أمك علوش هو يدا الله كو أبوري ميات كقالو دي وجعلك كان لكي طفلا المير الله كان لكي ثم شابا هذا كاريا نند اللي يرى قويا أو حوق بدن أي عجز الله إلهي ميوحو كريواي عن خلقك إنو كأبوره مرة ثانية مرة بعد إنو كأبوره إلهي ميو كريواي بعد أن يميتك إنتو كدلة كدب وتدفن لقوة آسو في التراب عمود الأحديدة ما إنو إلهي كسوع لين كريواي أياد مود إسام يا أخي ولا لك يوم أليس ميانا أهين الخلق أبورك مرة أخرى قفك المر لبعض الأبورا أهوان من الأولى مركي هرميانا كالنبيرين مركي لأيك حقا مثلا عقلك بنا آدنك شيء أظهر أصم أي شيء وأتساليه سي صواركتي هي شيء أنظهر أرق وحددك أهولير يعني شيء كسوع لنتا وكله على الله هين مدو لبي له ودبير يهيو إلهي وحبك ما أتكأ بلغ يسوع أنت وأسوق مده لكن عقلك بين آلك مركل لأيغو شيء يقاني قفه أو كسوع عليه يشيء عرين أيوب بلابيه شيء كسوع أنت عود بير مره دي إلهي هربك هو أبوري أو أركيه يدك هو أبوري ما إنه كسوع عليه وياه أياد يعني فليسا ميانو إلهي كرين إنه دبك هو أبوره مركل دب تكدي ألا تريد ميان الدونين أن تزيل إن أد بابيسو أد كب بابيسو هذا الكفر قال نمدن عن عقلك إن أد عقلك كب بابيسو قال لماذا يسكن مسحضو أد عقلك كسارت ميان الدونين وهذا شرك قال نمدن من قلبك إن أد قلبك كسارتو أد إيمان قلبك كجلسو ميان الدونين ثم إنك أدو إنت أكذب يا أخي ولالك يو تشمط واحد كفر حيسا بي أني قيد باتد أني قد كفر حسن تاي لبتا يا حيسا تفقرك يا حول الأنت واد كفر حيسا وتفخروا علي وارد إيه فانيسا واحد يقول فانيسا بأن الله إلي لهي أعطاك كسيي مالا حوالا بضن وأولادا إيه أبض بضن أكثر مني وأنا إيه بضن إن الدون كاق إيه أبض كاق با أي إيه بضيهين أياد يقول فانيسا مانتا ولكن أزاها تي إذا كنت مركا إذا كنت مركا عن أهي أرقو فقيرا قف فقيرا والله أملكه مالا أنا حوالا لهين ولا ولدا أبضنا أنا اللهين فإن نفسي نفتيد غنية ونف يعني وغنية غني يعني نفتر يكسوي
oo baahi ku kamuqan oo muuminatu ilaahay rumaysay yaani waxa la iimaan allah ayaa ur buuxsha oo qofka iimaanka ayaa deeqa la tataallaqu naftaydu kuma xidna bidunyada adduunyada iyo wasiinatiha quruxdeeda naftaydu naf aad u xiseysa oo la dhacsan oo nolosheedu ku xidhan tahay quruxda adduunyada ma aha ana anigu aatabidu waxaan aaminsanahay ya akhi walaalkayow ana dunyada adduunyada aan ku jirnaa zaylatuna baabaayso waana maala xooluhuna la yabqa inaan joogaynin oo aan jirayn ay baabii doonaan baan anigu rumaysanahay waana awlaad ubadkan la aynu dhalaynaana sayamuutuna inay dhimanayaan baan aaminsanahay midlana asan inagu boo dhimanayno la tacjab hal yaabin in azaal allah hadii ilaahay baabiyo hadii alamwaal xoolahan haysato iyo waljinaana beerahan waljinaana iyo beerahan allatii beeraha tamlikuha aad leedahay ee aad hantiday maanta min alwujuudi jiritaanka adduunyada inuu ka baabiyo la tirtiraba waxba hal yaabin waxa adduunyada ka dhaca wajacala inuu ka dhigo anhaara jannatayka wabiyada dhexmaraya labadaada beerood jaafatan webiyo engegay oo maaragtay aan biyo lahayn oo qallalay oo qumuday in ilaahay ka dhigo waxba hal yaabin waxa dhici kare waashjaaraha dhirteeda beerahan dhirtooda in ilaahay ka dhigo yaabisatan mid engegan oo qallashay hal yaabin walaysa haada arrintaasi ma aha in ilaahay webiyadan qallajiyo oo beerahan qallajiya ma aha sacban mid ku adag calallaahi ilaahay kuma adka waa u dhib yar tahay walan yacjiza ilaahay kari waayo maayo can daalika arrintaa inuu webiyadana qallajiyo beerahana engejiyo ilaahay ma kari waayo abadan weligii yaalihi mar uu kari waayo ama jir yaa akhi walaalkayow alaa tufakiru miyaanad ka fiirsanayn oo aanad ka fakerayn an taquula inaad tidhaahdo idaa dakhalta alaa tufakiru alaa tufakiru weyaan alaa waa yani waxa weeyaan waa carad alaa tufakiru miyaad ka fikirtid maxaad uga fikiri weydi miyaad ka fikirtid an taquula inaad tidhaahdo idaa waqtiga dakhalta jannatayka markaad labadaadan beerood soo gashay miyaad tidhaahd maashaa allah waxaan waa wax ilaahay doonay oo ilaahay bixiyey laa quwata ilaa billah awood aanu leenahay ma jirta annagu awood ilaahayna siiyo iyo wax ilaahay noogu deeqo iyo awoodda ilaahay mooyaane wax annagu awoodoonu leenahay iyo wax annagu aanu gaar u qabsan karnaa ma jirta miyaa tilaahid ina kufraka gaalnimadaadani lan yanfacaka waxba kuu tari mayso yaa akhi walaalkayow farjic u soo noqo ilal huda hanuunka u soo noqo iyo iimaanka waamin rumee biqudrati illaahi awoodda ilaahay washkur ka mahadnan nicmata nicamahu nicmooyinkiisa calayka adiga uu kugu nicmeeyey walaa takfur ha ka gaaloobin bihaa nicmooyinka ilahayna ha ka gaaloobin buu yidhi fa huwa ilaahay qaadir wuxuu kari karaa calaa an yucaaqibaka inuu kugu ciqaabo fii haadihi dunyaa adduunyadan inuu lafteeda kugu ciqaabo intaana dhiman amaama caynayka indhahaaga hortooda indhahaaga oo shalkan ka naahno yacni adigoo arkaya in ilaahay ku ciqaabo ayaa wax dhici karaa waxna kama qaban kartid ciqaabta ilahay kuu geysto nacuudu billahi min caqaabi walam yasmac muu maqal alkaafiru kii gaalka ahaa kalaam akhiihi walaalkii hadalkiisii muu maqal walaalkiisii almumini ee muminka ahaa bal isdaada wuxuu sii kordhiyey kufran gaalnimo wa cinaadan keni adayg uu kusii keni adkaada gaalnimadii uu kusii dheganaado walam yaltafit mabuu eeginba muu daymoonin manuu milicsan mana jalleecin ilaa tadhiiri qalbihi inuu qalbigiisii daahiriyo oo uu nadiifiyo oo gaalnimo ka nadiifiyo iyo wasaarat alkufri inuu ka baabiyo gaalnimada can sadrihi laabtiisa oo laabtiisa ka sifeeyo oo iimaan ku sifeeyo xaggaa umuu jeedsan manuu jalleecin xaggaa muu eeginba laqad nasaxa wuxuu kula taliyey lahu isaga akhuuhu walaalkii baa la taliyey wadallahu wuxuu tusay cala dariiq wadada asaxiixa saxda ahee iimaanka ah ee islaamnimada ah laakina hase yeeshee isagu waa kii gaalka ahaa lam yuxaawil iskumuu dayinba an yaqtarica inuu ku qanco oo uu ogolaado iimaanka iyo wayafhama inuu fahmo iimaanka inuu fahmaba xataa iskumuu dayin yacni waxa weye nin meelo cadahay meeli ka madow oo markaa umaba jeedaba macna uma samaynayso wa an yuumina billaahi inuu ilaahay rumeeyo inuu fahmo rumaynta ilaahay iskumuu dayin wayaxmadahu inuu ilahay umahadnaqo iskuma dayin wayashkurahu inuu ilahay umahadnaqo iskumuu dayinba bal hal yatrukuhu ilaahay miyuu ka tegayaa kaa duuna ciqaabin isagoon ciqaabin miyuu ka tegayaa
oo yaani hata inuu fahmo ilaahay ciqaab laan inuu ku deynayo kamu fikrin hal yarda allah ta'ala ilaahay raali ma ka yahay ilaabada doomada samiyo ilaahay oo ogol yahay al kufra inay gaaloobaan waa maya ilaahay uma ogola in doomadiisu ka gaaloobaan wa hal sayabqa miyuu ku sii waari doona al kaafiru ka gaalkihi yalhu inuu iska nicmaysto weertaca inuu sada qabar waaqada yalhu yaani waa ciyaar iyo leeleen nicmada oo qofku ku nicmaysto isla marka ciyaarta asalkeedu waa lahwi iyo laqwigi yalhu inuu iska ciyaaro weertaco oo uu ku raaxaysto fid dalaal isaga oo lunsan oo gaalnimo ku jira inuu ciyaar iyo raaxo uu ku jiro ilaahay miyuu ku sii waarin doonaa miyuu ku sii jiri doonaa weligii yaalihi baad aan takallama markuu la hadlay kadib alaq walaalkii almuuminu ee muuminka ahaa naasixan isagoo u danaynaya oo la talinaya liakhihi walaalkiisa alkaafir ee gaalka caada wuxuu ku noqday ninkii muuminka ahaa ilaa manzilihi gurigiisa wa huwa isagoo ninkaa muuminkii yaclamu og oo garanaya anna caaqibata alkufri ee cidhibta gaalnimada cidhibteedu sayi'atun inay meel xun uun ku dambaynayso oo aanu mahadinayn isagoo taagaranaya ilaahay buu kaysoo horjeestay oo uu dafray allihii nicmooyinka siiyey ee allihiisa ahaa waana alkufra inaanay gaalnimadu la yaduuma waaraynin oo aanay jirayn ay baabi'i doonto isagoo og walow istamara dawiil muddo badan oo dheer baha jiray oo gaalnimadu muddobaha taagnaato oo qofku muddo badan ba gaal ahaa noqdo laakiin waxay ku dambaynaysaa waa cidhib xumo un gaalnimadu walciyaadu billaah laana allaha ilaahay laa yaqbalu kama aqbalo kamana ogolaado meel insaani qofka bini aadanka ah ila alislaamu waliimaan inuu ilaahay u hogaansamo oo ilaahay u rumeeyo mooyaane ilaahay ka ogolaan maayo wax kale oo uu ku dhaqmo wixii kaloo dhanba ciqaabu ma ka dhalanaysa wahaadaa maa xadasa arrintan hadda waa wixii dhacay halkana wixii dhacay baynu ku tilmaamaynaa falaqad dahaba wuxuu tegey alkaafiru ninkii gaalka ahaa yowman maalin maalmaha ka mid a ilaa jannatayhi labadiisii beerood buu tegey min ajli an yasiida isaga oo doonaya wuxuu u tegey waxay ahayd inuu sii kordhiyo darteed iftikhaarahu fahamkiisa uu ku faanayo xoolihiisa ubadkiisa iyo oorihiisa iyo adduunkiisa wastikbaarahu isla weynaantiisii inuu sii kordhiyo ayuu doonayay walaakin hase ahaatee yaa lihawli lmandar allah muuqaalka muuqaalku dhib weynaa muuqaalka dhibtiisu weynaa hawlku waa dhibaatada weyn muuqaalka dhibaatadiisu weynaa alladii muuqaalka ra'aahu uu arkay waxa indhaha uu qaca ku siiyey ee uu arkay dhibteedu weynaa wuxuu arkay dhibaato aada u weyn yacni mandarku waa muuqaalka iyo waxaad markaa aragto marka hawlkuna waa shayga weyn yacni marka wuxuu leeyahay muuqaalka uu arkay ee u soo baxay dhibtiisu weynaa dhib weyn buu indhaha la haleelay oo indhihiisa ay qabteen oo maaratay ku dhacday meeshii hal tacrifuna miyaad garanaysaan buu yihi maadaa ra'aa wuxuu arkay ee weyn ee dhibaatada ah waxay ahayd miyaad garanaysaan buu yidhi wamaa xadatha lahu waxa ku dhacay miyaad garanaysaan laqad saqada wuxuu ku dhacay ninkii cala ardi dhulkaabuu ku dhacayba maqshiyan isaga oo calayhi miyir beerayba oo la miyir dooriyey maqshiyan calayhi isagoo maankiisa miyirkiisa la dooriyey wuu subaxay naxdintii ku dhacday daraaddeed min hawli lkaalisa wataa dhibaatada iyo masiibada dhacday weynideeda darteed wuu miyir beeray dabadne isagoo oo suuxsan buu dhulka ku dhacay gebigiisuba isagoo suuxsan ayuu dhulka ku dhacay fal anhaaru webiyadii qulqulaya durdurka ahaa qad jaffa maa'uhaa biyihii way qalaleen camuud buu ugu yimid engegan haddii ilaahaa idmo webiyadii durduryada ahaa walkuruumu yacni karamku waa cinabka cinabyadiina yabisat waxaaba engegayba waa maalin keliyahum juduucuhaa jiridii geedku way engegtay waaqsaanuhaa laamihii sarna way qalaleen sida hamaday oo kale ayaa leefay dabeedna waxay noqdeen qoryo qumuday ayay noqdeen wixiiba wazahru ubaxina qad maata u dhintay gebigiisa ubaxba ma jiraba wathabaru midhihina qad saqada way daateenba laa xarakata wax dhaqdhaqaaqa iyo walaa xayaata wax nolol ah walaa bahjata wax quruxa walaa amala wax rajaa waxaasoo dhammi ma jiraan oo fiirso sanqadhii biyihii qulqulayay iyo dhirtii dabayshu maraysay sanqadhi ee buuftahayay iyo shimbirihii dhex ciyayay iyo haddii alad wax alla wixii wax joogaaba waxa weeye sanqadh iyo sa waxanba maleba wax quruxii ma jirto wax rajihi ma jirto waa yacni degel gubtay oo madoobaaday ayaa meesha gebigeeduba ayaa meesha yaallaba
وكل ما في الجنتين وحالله وحي جنودا لبدا بيرو دحدودا كو يالاي اصبح وحي نقدين ساكنا وحصلون وحدقدقاق يا مجرو شمبر تاقلي مجرتو هذه لهي نو بي قلعده هيا او سنقليا مجران وحا ان جيرين هذه لهي ادمو لامو سلا دويش اولايسو او شنقليا مجران مجران من ادغون او لا سو دحمرا مجران مجران مرب سلاادي او لا برتا مجران مجرو هركي هدعا الى هرسني مجرو توغدي يا قروخدي انو كو دوغسنين او وها وخا كجرا مجران وا غوبد اولولي او غوبتي اون ميشو او مو حسن عدل اه اغدا مو حسن عدل اه او لا بقنايو او مارتي هلكي لاغو نسني لا بقايو وجف وحا انغي هدبا حلق الكافر كي قال كان هنغريس انغي مركو قف نخو يعني عنوبتا كو قلسا يا مركو عروده ايو هنغريي ابا انغي غبغيس با هدل بو كسو رغ مواي و هنغري جويبا نحدينت دراديد بنادو كو تاغبل ووضع و خو ساري يدو غعتي سيلا على فمي افنا غعتو ساري مركو يعني ادونك ادونك وا ضعيف مركو ياو افو غعتا ساريا افغي با جوقد غبايا سو عيدو افغي غعتا سارورن ايو افغي غعتا سو ساري وعض وحو قنيني على سابع فريه سنو قنيني فريه لحظه كقنيني ندما مروق درادين واخذ وحو بلاضي يصرخ انو قيليو والحياي والحياي انو قيليو ويبكى انو اويو اوهن كترو محو الله قيليا محو الله اويا حزنا مروق وكمروقي سيهي على ما حل به وحن قرد عاي اي مصيبة اه اي كيور رصدي اي 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 لقد انتهى وحد ماضي الجمال قرحدي ويبابادي يبارتي قرحدي بضنين وذهب وحد ميشي كتغي الخير خير كي وراغي يمال كي برواقضا يبارتها وفني المال حولي ذكرنا حتى هو مدين فني المال حولي هنا هو مدين اين الفخار فانكي مي هل كو تشوغا فانكي واين الاستكبار اسلوينانتي ياس قاتقاتكينا هل كي تشوغتا عمودو قلقرانيا بل اين الجحود تفرادي وضفري نعمة إلهي هي إلهي إله نمديسه هل كي تشوكتا والإنكار الديد مدي وحق الديدي نعمة الديدي هل كي تشوكا الديد مدي وحمديني كرامانتا وامايا كل ذلك وحاصر لمي قد ضاع ويبابين وحبك مجران ولم يفده فائده أمي كيرين سراخه قيلده قيلي إيهايا إذو لها ولا بكاؤه أهنتي المدينة وحب أمي ترين واللفظ وحكوها اللي آخر كلمات وحكوها واغي أريد يقول دمبي أو كهضلو أدالة تلمامي على أساه مرغديسة على أساه مرغديسة العميق قنت الدير قلبي خصوك أي حنون سنة وحزنه مرغديسة أشديد آذك وقال وحيري تلك الجملة وحقود واقعي أريد جملة وهذا الكن أي حقود واقعي التي جملة أما وضرتنا هذا الكا وحدثنا حدثنا وينوغو ورمي عنها جملة وحينوغو ورمي القرآن الكريم قرآن كريم كابا إنه أقوى رمي قالها وحو يلي كلمة دن بعد أن فارغته انت مياشا كتكتب دي بديد إساقا كتكتب محا كتكي الخيرات برواقوين كي لهايسي يوني عامو نعموين كي با مركا كتكي مركا كلمة دن يومد وحتى لي سماها وحو ليا ليتني لا مشرك بربي أحدا الله دانا إلهي عدنا لب سمن وإله نمدي سآنا قفنا لسمن با إيوانا سنين ميال با ليكتي دي بول ليهي ولا يقول عدي بولي يعني قال لي ما فراغ لك لي هدي الله يدمو أنا عدنا إلهي لسمن أي أيوة لسنا لهي إلهي موافجن قالها كلمة داسوري نادما يسوى كمرقوني وحد عي فلم ينفعه وحبه موترين أن ندم مرقدي وحبه ميترين وحنا وقبا يسونقون ولم يكن له ما يسونان استقوا مويارا من يسوره عدو قرقارته مويارا وكبد بادي سمحي من عقاب الله عقابت إلهي يو عذاب إلهي عذاب كيسة وحكبد بادي عد كبد بادي كرتان ميدعين ما ندع يسوى لقيدبا قف إلهي عقابيو عندك هو دايسو نعوذ بالله من عقابه وكانت هذه نهايته أرين تاسوحا يا هين جبك جبديس فالكاسي نكي كتن بيسي قنتيسي أو يعني قول دره أين رشي سقول ما تقول عياذ بالله قصة وحوية لقصة وقاذة قصة صاحب الجنتين ورتوهي واشيقة دي قصة بسانيد نمانك اللوضة بيروض نمانك نكي اللوضة بيروض أيو بان شاقين اللوضة بيروض بوحل بكروهين هذي ووحل يابلي وقاتي من كتاب قصص القرآن وحل قصة وقري موضوعا كتاب قصص القرآن يا هذا قرآن كقصوين كقصة أروري وهو قرين كتابك لمحمد موافق سليمة أنك الله إله
ayaa kitaabka qoray qisas quraanka oo tan laga soo qaaday bitasarruf waxba laga bedelay tasarruf ala markad wax ka bedesho ama wax lagu daro ama wax laga dhimo tasarruf yaani sidii uu qoray uu looma soo qorin waxba laga yara bedelay waqad jaa waxa yimid hadaba soo aroray dhikru hadhihi alqisati sheegida qisadan iyo sheekadan fil quraan alkarim quraanka sharafta badan ayaa ku soo arortay fi qawli taala hadalka ilaahay suuratul kahfi aayada labiyo sodon ila afar iyo afartan baa ka waramaya wadrib waxa tusaale uga dhigtaa nebi maxamed oo lahum dadka masalan tusaale uga dhig waxa ay ku qaataan rajulani laba nin oo jacalna aanu siinay liaxadihimaa midkood jannatayn laba beerood oo min canaabin cinab ah oo cuntooyinka ugu qaalisana waxaafafurnaa huma labada beerood cinabka waxaanu ku wareejinay oo sidaa loogu meegaaray binakhlin geedaha timirta waa nicmooyinka ugu fiican wajacalnaa waxaanu ka dhignay baynahumaa labada beerood dhexdooda zarcan dalagii kale ee raashinkiin uu ka baxaya balu fiirso cinabkiiba gudaha ku jira dusha waxaa kaga mareegsan geedihii timirta waxaa kusii dhex yaala midhihii kala duwanaa ee nooc walba lahaa ee la cunayo geed gaabka ahaa ayaa iyaguna ka buuxa waa inta bini aadanku u baahan yahay fawaakihdii iyo cuntadii kala duwanayd kiltal jannatayn labada beerood mid waliba aatad waxay keentay ukulahaa cuntadeedii mid waliba midhaheedii si wanaagsan ayaa u bixday walam tadli minhu shay-an waxay ka dulmideen wax ma jirto yacni midina waxba kamay afqurmin midina waxba kamay xumaan wax ba-ay oo beertaa ba-ay oo bix waaye ma jiro wa fajarnaa waxaanu dilaacinay oo aanu ka jeexnay khilaalahumaa labada beerood dhexdooda naharan webi baanu ka dilaacinay biyo loo doonayaa ma jiree webigaa dhex maraya labada beerood dhexdooda oo sidaa haddii alla u butaacaya oo saasu loogu leexinayaa kana saa loogu leexinayaa oo maaratay isaguna nicmada la yaab kale ah waa webigaasi wa kaana lahu tamarun ninkaasi midho ayuu lahaa oo u baxayay fa qaala wuxuu ku yihi ninkaasi barwaaqoobay lisaaxibii saaxiibkiisa walaalkiya wahuwa yuxaawilu isaga oo la doodaya ana tasaru minka maalan anigaa kaa xoolo badan waa cazu nafaran kaana dad badan dad iyo duunyada anaa kaa badan buuri isagoo u faanaya wa dakhala jannatahu beertiisuba ninkaasi galay wahuwa isagoo daalimun ka gardaran linafsii naftiisuu ka gardaran yahay naftiisuu dulmay naftiisuu ka gardaran yahay wuxuu ka gardaran yahay ciqaab buu u horseeday naftiisii walciyaadu billahi min ciqaabi qaala wuxuu ma adunnu anigu uma malaynayo an tabiida inay baaba-ayso haadihi tani abadan beertani mid ba-aysa oo baaba-aysa aniga ilama aha siday u baxdaan arkaayo tu wax ka afurmayaan iyo tu ba-aysa iyo tu baaba-aysa iyo tu hadee laga eefayo uma arko wama adunnu u malayn maayo buuri asaacata saacaddan qiyaame ee niyahu aad ka warramayso eed xoolahaagii ku baabaysa ee xaggaasa wax geynaya qaaimatan mid istaagaysa yacni mid dhacaysa oo jirta inay tahay anigu u malayn maayo saacaddan qiyaamaad ka waramaysa tu jirtaa inay tahay uma malaynayo walain rudidtu haddii la ii celiyo ilaa rabbi xagga allahay san aad sheegayso haddii la dhinto oo ilaahayba loo tago laajidanna waxaan heli doonaa khayran mid ka wanaagsan minhaa beertan munqalaban xagga noqoshada meel loo noqdo oo kasii wanaagsan oo tan ka wanaagsan baan heli doonaa anugu hadday dhacdo si aad sheegayso oo inta qiyaama dhacdo ilaahay loo tago qaala lahu wuxuu ku yihi ninkii barwaaqaysnaa saaxiibu saaxiibkiisii kale walaalkii ahaa ee isagoo iska faqiirka ah xoolihiisii aakhare geystay wahuwa isagoo yuu xaawiruhu la doodaya oo maaratay la hadlaya akafartaba waxaad ka gaalowday biladii allihii khalaqaka kaa abuuray min turaabin camuud oo aabbaha aadam ka abuuray uma min nutfatin adigana candhuuf mani ah kaa abuuray uma sawaaka ku dhammaystiray rajulan adigoo nin dhammaystirana adigoo candhuuf ahaa nin dhammaystiran kaa dhigay maalahaas aad ka gaalowday laakina huwa laakina huwa allah anugu huwa allah waxaan leeyahay ilaahay waa allah rabbi waa allahay walaa ushriku la simi maayo birabbi allahay axadan cid aan la simayo oo ilaahnimadiisa aan la simayaa ma jirto ilaahnimada ilaahay cid aan la simayaa ma jirto ilaahay cid ilaahnimada la lihi ma jirto cid cibaadada la wadaagtaana ma jirto walowlaa ida dakhalta markii aad gashay jannataka beertaada qulta maa tilaahid maa shaa allaahu waxaan waa wax ilaahay doonay oo alla bixiyey waa deeq ilaahay laa quwata awood arugu ma lihi ilaa billaah ilaahay awooddiisa mooyaane waxaana nicmo ilaahay iyo deeq ilaahay baan ku helay way kuu barakoobi lahayd ajarna waad ku heli lahayd abaal buu ilaahay kaa siin lahaa anfac bay ku ahaan lahayd miyaad siyaa tidhaahid ood iimaankaaga wanaajisid ood afkaagii arrinkaaga wanaajisid
إن ترني هذا هو أرقتوي كلت هاي أو ذا مسنت هاي أنا أقل منك أنا أقل منك مالا أنا أقل منك مالا إنك حول يرهاي وولد إنك أبض يرهاي الدنيا أبض بير إنك يره هذا هو صاو أرقتوه فعسى ربي الله يوحده وياه أن يوتيني أنا جانا إسيو خير وحكة ورعيسن من جنتك بير تعظم وحكة ورعيسن الله يسيا لغي أبا ويرسل إنه صدر عليها بيرتن حسبارا حمضي هي مارتي حمضي من السماء السماء الكريمة هذا وفتصبح أي نقطه سعيدا من الدرئة درئة انججن زلقا أولو قسي بنيه قبي قيدة بقى من السبر والصلحة إلا هيورهقه ما شعدك سبر وقضاء ووحد عكره وحالله يا أباماها أنا قيقنا بيرتو محكوانا يسن إلا هي سوق ليا ينو واحد عكره وحالله يا أباماها ويصبح لنا نقضان ما هو بيهود غورا قورار ميل قورار اه ووح الله كسو نقوني آنجر وبيهود الكوسي سكبحان وميل شوغب اللواء يشاني عدبا ديگه ايابا لغيابا فلان تصدع آنات كارين له بيهود ويدا طلاوان بادي دون سكستا حتى دو قدو ان ميشي وحبب اللقاروا يلقبي يقاروا امس الهي كردقو ومارت بورك ورين ايو ايا لغي يا بابا ميسن مارت عديد كو عجب جلسي يا مضحا قيمان كاقب قدي ووحيدة بثمره نينك مريه سوالا قوبي با من الله يا بلايك قوبتي با فاصبح وحو نغضي يقلب متروغي كل بدا نروغي كفيه لبدي سصعب او سيداني او كل حق اوهروغي كل حق اوهروغي كل سيداني كل سيداني او دوخصن او سلايا بي قاروح لك عموس لدعيا قبي سوا على ما انفق فيها وحو آدو قمر قيسيه وحو كبح يخرشها او كبيري بيرتنا تعبك قري وهي خاوية بيرتي او كتشيفته او سلا وقضوا بعضي على عروشها عروشتي اللو سبيه عروشتي وحوهي وحا الله سمي عينبكو وقيت هدي اتشارو بهذا انو قيت راكو مرمو تبنو حا الله سمي عرش عريش وادر قدي روكري او اللو درسارو قيتك ايا اللو تاقه تبنى كاسو قطو البحا كويبا دبي قريه لو تاقي تبنى عنا بكناو قطو اللعاي تبنى اسلق اللعين ويحبا استلو يورورا ايو تبنى استلو سهر ويقول وحولا يا ليتني الله ادني آنا لا مشرك الهي لا مشرك آنا لسمن بربي الله احد اقفنا اله نمديس آنا لسمن قول اله نمديس اقوم صدو ساسا يوانا اسنان لحيد ولم تكن له امي سقنانين اساقا فئة قوح ينسرونه قرقارا ومن دون الله آن الهي احين عدان الله او غرغارته مو هلن او تلا هذا ما حانك انسان لو قليا وحيس لو قباب انايا عد الله عدو رنكرتا ما جرتو وما كان منتصرا مد آر قوسته او يسقو حسك عليا او اتالنا مو نقن ما اله بعد سبحانه وتعالى عد ايسك علي كرتا وما يأ هنالك هلك الولاية وحا اسقناتي غرغارك يقو شبا يأود والله اله باسكره اللي الحق رنت اها اله نميسو اي رنت اهيد هو خير ثوابا الى هيبا ابا المنيتي سوى وناكسنت هاي وخير عقبا عربتها يعني تنبيتك الى هاي وبحيو اي مارتي تشنقه اي اخر وناقه اي ادي وناقه الى هاي بحيو وناكسن وحنك لأ الدنيا دا اهي ضدك هايستان وهدان ايمان لسعن وحبو معنا مالها اولا الاستيعاب والمناقشة اما كنا حوالي الاستيعاب او اللي فهمها معناها موضوعا عن كهليني اي مناقشة او يدنا محوها إن لقى إيه محلسك ويديو موضوعا تدريب واحد ليلسك كوبات أجيب كتشواب عن أسئلة سؤالها كتشوابات تالية سواس عطب اختصار السك كوبان وكتشواب واحد ماذا علم الأب ولديه أبوهم حو بري لبدي سئنا وحو التربية ولا يسمو بري مركو هوري isla marka sida beerta loo beerto ee looga faa'iisaro uu baray itinin bima nasaxuma indama haana bima nasaxuma muxuu kula taliyay indama haana markay gaadhay ajaluhu xilligi uu geerida filayay ee uu ninka weyn noqday ee uu isugu yareeyay muxuu kula taliyay wuxuu ku yiri war tarbiyadiina walaasna ilaashada shaqadiina ka shaqeysta oo sa walaasna u dhaqmo buu ku yiri ثلاثة ماذا ترك الأب لولده أبوه لبدي سيرن محوقته حوله سيد نلكي سيد بيرد محوقته أربعة بما أنعم الله على الابن ثاني
inaan ka labaad ilaahay muxuu siiyay ilaahay laba beerood oo barwaaqo ah iyo adduunyo badan iyo ubad badan bay ilaahay u siiyay khamsa kayfa istaqbala al-ibnu thani inaan ka labaad siduu ku qaabilay ee ni'am allah alayhi ni'amuhu kam ku qaabilay ma iimaan buu ku qaabilay iyo islaamnimo maya gaalnimo iyo inuu gaashaan ku dhufto ee ni'amada ilaahay ayuu ku qaabilay ka xoolaha badnaa sabca lima kaana al-ibnu al-faqir muxuu u noqday inankii faqiirka ahaa أكثر سعادة مد كان راحة بضن وكان روانا يسن من الابن الغني كي حولها بضنا إيمانك أيا أور كي سبوحي ومارت قلبك كان راحة يسني دبنا يساخن والفعنا ثمانية ماذا فعل الأخ الغني محو سميي ولالكي مال قلانك أها عندما نسحه أخوه مركي ولالكي وون لتري يوسف عن لتري مو غادا تلضى إيماننا ميالا قال لي مكوات كيستي تسعة كان الابن الغني لا يؤمن بيوم القيامة إن كان حول إن كان حولها بدنا مر ما إن ما أنت قيامة وضح ذلك هرين تعدي يعني ودي ده وطفر يبقى هو كيري وما لين مايو ساعات قيامة ولا عيسى إن يشرتبه عشرة بما نصح الأخ المؤمن أخاه الكافر ولاك مؤمن كها محو كله تلي ولاك سيقال كها محو كله تلي عقلي سيقال لماذا كساره قلبي سنة كساره قال لماذا إيمان كان أصول نقضه هنون كان ديبك أصول نقضه أيها أدقل تليه 11 كان الابن الفقير وهو ننك فقيرك ولالك فقيرك أما إنك فقيرك غني النفس نفتي سبدا غني نفطه مع القبان كأها وحبا هي كوغنا ميشرين وضح ذلك أرنت عده يعني غني محالي هذا فعلا أقول لي غني موحا أه غني موحا أه ننك هان شيء أوبا هنين مثل ننك شيء أوبا هن يأين بدن كهيسة مثلا كسو قاد نم باب الودلي او شاد كو عنيا لكن عقبو هيستا نينا مبا يقام با كيبا لبدا قنيا با لولي تو وخا قري كان قوم با تو مبا الله لو وخ اغتيسا با كيهي تي ما جرتبا ما لاق با كيناي مو باهنبه واسا سو كلي نينكو ادو مال بدن هيستو او قلبييسا اي باهي كو فرنت هاي مال كا بدن ما قبوجينيو لكن كو سي كو ديه لغا باهيدا لكن قف ادو قراعي ايمان هيستو oo maalkiisu aanu badnayn oo wax yar uu ku nool yahay haysto wax yar baa deeqaya dadku waxa badan haystana uma arkayna wax haystaan dib uun inay ku jiraan buu arkaa dib uun tana ashar maada tatacallam min hadhihi alqissa maxaad ka baranaysaa qisada yani waxa jira nin maal qabaan nin kale oo iska ladan caasha qadiis heela ayaa bari siimid rasuuli والحرام مسيحة رسولها وانسيحة وحما عنتها وان عني كيو حيث رسول أنا ما نسيحة وحنا ما عنين هذا هو مسيحة ها وحنا ما عنتها أنا وحنا ما عنين ما نسيحة رسول محاك قول عي رسول مركب نو التالية مركب نو صوص عضا أنا إنك حسابيها سامنو حسابين إني وأقوم بأنو قبري حنا ما نا عنين ما نسيحة رسول الملا وحبا كوانا يسني انت يدير وحنا لقع عنيو لقع نسيحة عنيو يا برد عن طوحن طوخ هاي وحنا لقع عني وحنا لقع مارتي aan laga sii xan kareen ba mar hadal cuntii hordo weynana raaxo jirtaa deema jirto waxa markaa awrimaada ka tacala min hada qissa sheekada maxaad ka baraneysa sheekada waxaad ka baraneysa in naxmadu tahay horta iimaanka iyo qanaacadu ilaahay qofka isugu daro qarinimadu inay tahay vila nafsi la qana almal aanay xoolo badan ahayn iyo waxa kale laga baranaya yaani arimada ay gaalimo loo leedahay iyo guusha ay leedahay إيمانك إيوه هذه الأخلاق دونا يسني تدريب تاني ليلة كلابات من القائل يا إيري هذا الكي يا إيري سلب العبارة وعلى سحري سحري قصو حدا هذا الكي يو قائلها إنك إيري مركا ألكن وحو قري القائل بو هلكن كو قري هلكن على العبارة أيو كو قري وحا في عنايد حقن كو قري مارت العبارة حقن لو كو قري محوها القائل ساسي ملا كو في عنايد ويسوي داريا لغيها مركا وحا ويي وحا مركا وهلكن قري لك الحمد وحال الله هاي مهد يا ربي الله هايو في الأولى الدنيا دي يوم الآخرة حقا حلونا الابن الأول ألقى أكو قريبا أكو قريبا يوك لي وتسرع توسو كوبا يقوى كون هو سيف اثنين ليتني لم أشرك بالربي أحدا وحا الله ميان إلهي رمي أوعدنا بآنا الله سيمن بقى يقوف يعني الابن الثاني بلقى أكو قريسا الابن الثاني هو نكي كقالوا بين عمضة مرول بقى الابن الأول ونكي مرول بمومن كها ثلاثة أنا أكثر منك مارا وولد أنا جا أدوني أبض بكابا أيوني
هل كان ابن ثاني بتقول ثانين كلمة ده هو كلباد مع القبين كها أربعة الدنيا زائرة الدنيا هو بابايسا والمال لن يبقى مال كل ما تشوقي ما تشري اسمه بابايا الابن الأول بكان يدي وأنا كمؤمن كهبا يدي خمسة أكفرت بالذي خلقك واحد كقالوا دي الله يكو أبوري كان الابن الأول بتقولها وأنا كمؤمن كهبا كلمة دارها ستة إني في ضاعتك إله وانك أقبل وانك هو كان سنانية دوما ولقي الله هاي أيو يا ربي الله هاي تاسين وحوي الابن الأول وأنا كيو هراء مؤمن كها سبعة هذه النعم نعمو يمكن إلهي بإسيي يو الخيرات برواقودا يا هانتيداني كلها ستدوم ويشري دونتا وحبا اسكن بدل ما يان الابن الثاني بدنسا وكي قالوا بي ما الغبان كهذا هذا الكايدي ثمانية لن يقطع الله عني إلهي قوين ما يانيقا هذا الرزق أرزاق دينيقا ما تشريه ثانا وحي الابن الثاني ونكي قالوا بيها تدريب ثاني ليس كالباد اكتب قر رقم الفقرة تدعى رقم كيدا قر نمبر كيدا التي توجد فيها كل فكرة فكرة هان أوردن تدعى لقيه ليو الناس كوشرة قر ألف الابن ثاني يكفر بنعم الله إن كي الله بعضه كقالوا بيا نعموين كي إلهي ميل بكوشرة نمبر كيدا لكن قريتها فقرة صوئكته فقرة ما يخصون نقطة دلعكوتها لبا وفقرة با ألمن إنك الأول إهره يشكر نعم الله عليه إنك رواك مؤمنك نعموين كي إلهي بوقوم هنقا إياه يدرى هكذا كوشر فقرده كوشر تنبر كذا لكان قر جيم كل شيء شيء كسو في الدنيا الدنيا قديه ريالا زائل وبابايا الأولاد وبت كا بابايا وثروة برواقديا مال كا بابايا يدرى فقرده كوشر تقر وين كوشر هذا الكه دال عقاب الله يحل عقاب ترى واحد كل عضي بالابن الكافر إنك قال كها يدرى فقرده كوشر تقر ها الابن الكافر إنك قال كها لا يقبله مو أقرانين ماي يرين النصيحة ثم ييريو وأنا ذا إياه ثلاثة لصيام ييريو ثان واحد قرطاء فقرة كوجستي واو على ابن المؤمنو إن كي مؤمن كها يعيد وحوارين إياه على ابن الكافر كي قال كها ثان واحد قرطاء رقم كا فقرة كوجست هالكاس زاي على ابن الكافر إن كقال كاهي يندم وحكم رجوان إياه ومرجوان إياه بعد العقاب ما كعقاب كل على كدي أي مرجع بلاوي ثان على كوجست فقرة إذا نمبر كذا قر ح الابن الغني إنك غني جاهي يسخر وهو كعيارة كل إيريا كل دجنية من أخير فقير ولا الكيسة فرح مرن ثان قر مر كأنه قار فقر كود يشرا محمد مالها هذا فقر كود يشرا نسونا مر بين غنيا تدريب رابع وعوي لالس كأفراد هاتك ككين من الناس هذا الخير نسونا مرني ما تشير إليه واحد المام يان واحد المام يس كل آية آيات كستا ومن الآيات التالية آيات هصوص عضك كمدا ومن سورة الكهف معناها التلمام يسو نسك كشرتاي كصوصار رس وهذا كان صومرني قصدها ها الآية الرقم 35 آية شن يصدن سورة الكافي معناها يدوح كشرة قصد كصوصار الآية الرقم 39 آية نمبر كيدو يهي سؤال يصدن سورة الكافي معناها يدوح هذا كيان صوصار جنب كشرة كصوصار الآية الرقم 36 آية نمبر كيدو يهي لحي يصدن سورة الكافي هذا الكائت الماميسا هذا الكائت الصوم الرئيب معنى يدو كتلا كسوصار الآية رقم 41 آية كوبي أفرتن سورة الكافي معنى تلمام آية الماميسا هذا الكائت الصوم الرئيب كتلا كسوصار الآية 40 آية النمبر كيدو أفرتن يهي سورة الكافي كتلا معنى هي حمبارسنت هاي هذا الكي قصر ينصوش يقنيب كتلا كسوصار الآية 34 آية يعني أفري الصوتن سورة الكافي معناها حمبارسنت هاي فحو كجير هذا الكيد سو مرناي كسو صار الآية الرقم 42 آية النمبر كيد لبي أفرتن هي سورة الكافي كميدا وها معناها يدو كجيره او شرحها مارته قصدين سو مرناي كسو صار الآية الرقم 37 آية 700 النمبر كيد هي سورة الكافي كميدا معناها يدو حو كجيره هلكيد سو مرناي اما قصدي بو كجيره سو صار ثانيا المفردات والتعبيرات قيبت اللباد وحوية المفردات وأرأيه يتعبيرات هالأبور يهندسي إيه مارت عرس تدريب واحد سلبي للكلمتين المترادفتين لبدا أرأي هذا ما يسمع عنها الحريري ينكروا وهي لما عنها تايودي لي يجحدوا بيسمع عنها حقا دبا كجرت نعا كلا كجرت الكفر وهي يسمع عنها الشرك وحقا كلا كجرت
oo gaalnimo labaduba ah al xusnu murugo waxa isku macnaheen al asa oo fiirso xagga kale ku jirto oo yidra muruga ee yara waxa isku macnaheen wuxuu u arkaa waa qalbiga tiin dhahayd maaha yaatqidu wuxuu aaminsan yahay halka kale ku jirta ayay isku macnaheen yahmadu wuu mahadnaqay waxa isku macnaheen yashkuru oo xagga kale ku jirta ee al karaahiyata ariga oo naciib ah waxa isku macnaheen tan u dambaysa xaggan al baqdaa oo naciib iyaduna ah oo fiirso yalhu oo ciyaarta iyo barwaaqada ah qofku ciyaaru barwaaqo uu ku ciyaaro la ciyaaray oo caloosha la ciyaar noqdo yartacu yacni waa marku qofku barwaaqo daaqayo labaasaa isu macnaa iyaguna yadxaku calayhi uu ku qosray yaskharu minhu uu ku dheeldheele ku jeesjeesaya ayay isku macna yihiin mukhtalifun way kala duwan yihiin waxay isu macna yihiin mutabaayinun waa laba meelood oo min toban erey ah oo labaoba dhan isgu labaatan erey oo labaoba dhan isugu macna yihiin weyaan tadriib taani layliska labaad silbeel kelimatayn latayni waxaad xidhiidhisaa labada kelmadood alatayni taatiyaani macan ee wada socda u fiirso labadaa hore waa laba mid waliba gaarkiisa u taagan yahay oo isu macnaa labadan imanka ee dambe iyaguna waa tobankii iyo tobankii waa laba macnahood isku xidhan yahay oo maarata aan isku macnaahayn laakiin macnahood isku xidhan yahay maxaa u horeeya alqalbu soo uma horeeyo taasaa loo doonay tadhiiru lqalbi qalbigoo laga daahiriyo gaalnimada iyo maaragtay xumaanta zaa'ila tusaalkaa kuma qorna waxaa lala xidhinaya dunyaa zaa'ila adduunya yacni baaba'aysa oo dhammaanaysa halkaan asaxiixa soo kuma qorna waxaa lasoo qaadanayaa addariiqu saxiix wadada saxda ee islaamnadi iyo iimaanka halkan waxaa qoran camiiq ba halkaa ku qoran waxaa lasoo qaadanaya asan baa lasoo qaadanaya murugo camiiq aada u gundheer oo qalbiga ka soo gooday cadbatun su-aalkaasi kuma qorna macaan waxaa lasoo qaaday yanaabicu ilabiya oo cadbatun macaanoo xareeda alictiqaad su-aalkaasi kuma qorna oo aaminaadiyo iimaanka ah waxaa lasoo qaadanayaa tasxiixu lictiqaad qofka iimaankiisa in la saxo oo qaladaadka laga saaro oo gaalnimo laga safeeyo baasiqatun dhaadheer ba halkaa ku qoran ashjaarun ba halkaa lasoo qaadanaya ashjaarun baasiqatun geeda dhaadheer halkan waxaa qoran wafiir badan baa ku qoran halkaa risqun baa lasoo qaadanaya risqun arsaaq iyo hanti iyo maal wafiirun badan ayaa lasoo wafiirun badan yaabisatun ba halkaa ku qoran waxaa lasoo qaadayaa awraaqun caleemo yaabisatun qalalay ladiidatun ba halkaa ku qoran macaan waxaa lasoo qaadayaa faakihatun ladiida khudrad macaan kuwaasina saasay isugu xidhan yihiin haddaba tadriib taalid layliska saddexaad baca xuruufa aljari waxaa dhigtaa xuruufta jaar ee hoos dhowda ataaliyati ee soo socota fil amaakin lmunaasiba meelaha ku habboon xuruuftaasi maxay kala yihiin calaa iyo can iyo ba saddexdaa eray meelahan aynu soo marnay sideeddaa kala dhig takhalla wuxuu iska daayay uu faraha ka qaaday can baa la qaaday can musaacaati lmasaakiin inuu caawiyo dadka baahan itni saacadahu wuxuu ku caawiyey calaa camal alkhayr calaa iyo fiiba saacada way raacdaa marka calaa camal alkhayr khayrka shaqada uu khayr ka shaqaynayo ayuu ku caawiyey talaata qaama wuxuu qabtay eedo wuxuu qabtay wuxuu u sare kacay waa maxa wuxuu qabtay isu taagay bishraai baa lo dhay baabaa la gey halkaa bishraai bustaanin jamiil inuu iibsado beer bustaano barwaaqo badan arbaac ictanaa wuxuu ku dadaalay baabaa halkana la gelinaya iyadana bitarbiyati lawlaad inuu ubadka bitarbiyati awlaadihi inuu ubadkiisa rabeeyo oo uu koriyo khamsa qadaca almaala xoolihii buu ka jaray can baa halkan la gelinaya can akhihi walaalkii buu ka gooyey ancama allaahu ilahay wuxuu u nicmeeyey calaa cibaadihi addoomaysa calaa baa la gelinaya cadda wuxuu qarinay calaa asaabixi calaa baa tan la gelinaya farihiisuu qarinay minana dami murugo daraaddeed markay ciqaabtii dhacday tacallaqa tacallaqa wuxuu ku dhegay qalbuhu qalbigiisu bidunya ayuu ku dhegay adduunyada ayuu jeclaystay halkan waxa weeye waxa weeye alwaxatu thaamina waa qaybta sideedaad nawaadir wa duraf nawaadir waxaa la yihahdaa iyo wa duraf maad iyo madadaalo waxaa la yihahda weeye nawaadir wa duraf waa maad iyo madadaalo waa waxyaabaha yacni dadku marmarka qaar yacni madadaalada ah ee la iska maaratay maada ah maa qabla liqiraat intaynan akhriska samaynin wuxuu ku leeya haadihi bacdu lkalimaati lmuhima tani waxay ka mid tahay kelmadaha qiimaha badan ee muhiimka ee macnaha weyn ku fadhiya alatii taasoo waridad kusoo aroortay fi nasi kusoo aroortay hadalka nasu waa hadalka soo socda xaawil isku day an tabxasa inaad baadho can macaaniha macnayowgeeda baadh kelmadahan litusaacidaka si ay kaaga taageerto calaa fahmi annusuus inaad hadallada soo socda fahamto oo hadallo kala duduwan baa soo socda naadiratun waxa weeye naadira waa shayga asalba yacni naadir waxa la shayga marle araga jamcuhaa nawaadir baa lagu sumcay nawaadir oo waxyaabaha maadda ah waxa tana weeyaan durfatun weeye durfa waa
وما وير وجمعها ظرف ما لو جمعيا واسكو معنى لبدني دفيلي دفيل وحال هذا قفك ميل انو كميد هين اسك راعه او دمر دان راعده دد ميل كو سودو اسك راعيا سو مارته وها وها اوغه هله هدي ميس وخلا سو قادانيه ايو هدي وخلا سو عنيه ايو ميد اسك راعه او لو ييرين دفيلي با لغا كا وليمه ودعله مثل اروس وكل لو سميهو مريح وامانته غبيغا هذه شرط سوغان تلقف لغو امانه وجمعها مدائح بل المدائح قبيضه امانته لئيم وقفك خن وجمعها واخ لو جمعي لئيم لئام ددك خن بل لئام كريم وددك شرفت له غبنيمه دي ديقسنيمه ايو ورا غلي وجمعها كرام بل لو جمعي كرام قصعه وحيره عنت لو ريدو سم وا شيغ سنت لو دنتو جواد وا فرسك وراغسن صباح صحابه هو ضرورته هل تعرف هذه الشخصيات شخصيات المتقان ان كشيكين دونو ما هي كلا يهين واحد أشعب نلا يدابا كلا رجل نبو أها كان أهان شري يعيش ننكو النول في المدينة مجالة منيدة المنورة إلهي نور قليي سلام الله إلهي ومارتي كن نوري وضرب به وحا لقدقا المثل تصالى لقدقا في الضمع الضماع النمضة الضماع وانا لذا أنه وحا الله دوني من ضماع أبوها وحول عرضونا نكرا هذا أشعب ورهي المدينة أهان شري وقالوا وحده فيقالوا اضمع من اشعب بلده نكن اشعبنا كدماعسن اشعبنا كدماعسن اثنين عثمان بن رواحه نكلا يلهدا رجل نبو اها يدرو بي وها لوو تلماما المثل تصال لا غدغتا فيلك سلي واسيغا يا تمر حمده يا وها قبل لا انت لوو تصاليا ثلاثه جحا نكلا يلهدا رجل وانين تسبو له وها لو انيا او لوو شيغا انو سميهي قصص شيكوين مضحكه ضد كقوسليستا وكانت لديه وحا اكتيسا اها نوادر وحيابا ماد اه او تدلو تسيسا على ذا كائن انو اهان العقل بضن نكري او يخفيه او كقري عقلقا او كقري جري في البلاهة نعسنو نعسنو كبتلا لكن سي عقال سياد وكالي او حيابا الله ياب كالي عقال سياد بوردك ما كاني او حيابا الله ياب كالي اه هادر عقلقا مالك اضفر ستا الله يابنا اه مارك هادر ادموسن نعسا ايا او كبتلا ايو فهم بضنار وكو قريبو كوري نعسلمو ونا عسلم هذا ناهين أيها هانشري نوادر وضرف ماذا يمد الدالو دخل الرجل ننبه صوق لي يدعى الله إلى هذا عمران نين عمران لا إلى أي على إمراتي قبل يسبو صوق لي وكان عمران وحوها قبيح الوجه جدا نين آد وجه يسوق فولحي هاي ورق أوقف فولحن بونكاسيها وكانت إمراته قبل يسنوحي هاي جميلة قبل آد وقرح بضن فلما نظر ملك آغي إليها قبلي إزدادت وحا كسي بضطي في عينه إشي سآد وحا كسي بضطي وحا قبلي سيكو رستي قبلي في عينه إساق آلكتيسة جمالا قروح وحسنا إيو وناك ملك سأسي آغي آد ورسي قروح بضناتي قل رسول سأسي ديهدي وكسي ديهدي فلما تمالك وحو اسكحا ينكروا وينك أن يديم إنو كل ديهدي سيكو كتيو أن نظر إليها إنه سيء أغو وإيش الله سيء راعق بردين وأنا حاسي سيئون فقال بحي كتل لماذا تديمو محاد إيغو تشوكتينيسا إيغو أدكينيسا إيغو أدكينيسا أن نظر إيغمدا إلي أدي أدي إيغيس هكذا والسر أدي إيغيسا وامحي إنه أدي يقانو أدي إيغوني محاد إندها إيغي حجينيسا إيغي سيء ديحانيسا قال بحي الحمد لله إله أبا مهالي لقد أصبحت واحد نقطي والله إلهي بقول أرتج جميلة واتسي قرح بنا تبولي أبو أبو البق رح بنا واتسي قرح بنا فقال دوحي قلت له إسكا إذن هدا هدا سي قرح بنا فأنا أنيق إيو وأنت أدقو في الجنة شندي نقلي نبيت قال وحول ومن أين علمت ذلك أريد حقيت كوغات يا أخو الشيخي نحن شندي قلي نو قال دوحي لأنك عضيت أدقو وحا لغوسي أدقو لغوسي مثل أنيق وقلو دومر بكتشرين أو دومر آن لم نوعي بيريهين أي إلهي إسي إياي هاي كسي واتي إلهي كاسي فشكرت إلهي أدقو ما نقضي وأنا أنا قد عضيت وحا ليسي مثلك أدقو وقل أهرق فالح فصبرت وانقو صبري لبات هذا أنا دبايا هستاد ندف بات هستا لبات هذا بار أنواد كيستي يفالح مدى دي والصابر قفك صبرة سيدة أوكالي ويبتحانك كو صبرة يو الشاكر مهدنقا النعمة كون هدنقا سلاغ أوكالي في الجنة تشنادي لبادو بقلان labadeena jiray isla tagaynaayo anoo wajigaaga foosho xundibtiisa waan igana wad kaystay aduna wajiga qurux badan nimcadiisa waad igana ku shukriyay dabaana jiray isla tagaynaabay raa wuxuu halkay dufayliyo nin dadka iska raaca
oo dadka eegto oo meelaha ducada iyo lagu qabsanay iska raaca ayaa qoom qol u arkay dhaahibiina tagaya oo meel u socda faataqada wuxuu aaminay annahum iyagu inay fi dacwatin loogu yeeray ila walimati meel casuumada ayuu u qaatay fadhaba khalfahum u daba galay iyagii u daba socday faida markii waxa ku soo booday faida waa tii fujaayada ahayd faida waxa ninkii ku soo si degdeg ah u arkay hum dadkan inay yihiin shucara oo niman suugaayahan ah oo gabayahan ah inay nimankan yihiin oo qasadu al-amira ku socdo oo boqorka u tagaya bimadaayaha lahum bid walba tixgabaya oo boqorka ku amaanayo ayuu nin waliba sitaa oo boqorka u yeeray oo maartay ay ku socdaan de boqorka ayar u leysaga ma galo oo maartay si dhibeer looma galo wixii loogu yeeray oo socdo waa dad rag tirsan falamaa anshada markuu ku dhawaaqay ee uu tiriyey kullu waahid mid waliba shicrahu gabagiisi waa akhada uu qaatay jaaysatu abaalgudkii uu siirayey hadii ilaahay idmo ninkii amiirka hara uu qaatay nin waliba lam yabqa meeshii kumu harin ila dufayliyu kii dadka iska daba raaci jiro qula ayaa meesha ku soo haray dadka dhan nin waliba wuxuu isna u qaatay nin waliba uu gabiyey wuxuu jaalis isaga uu fadhiyaa laayta kale uma hadlayo si buuri juuq iyo jaaqna mu odhan waxna mu tirin waxaana la moodayaa inuu gabayaaga ka mid yahay faqiila lahu waxaa lagu yidhi anshid ku dhawaaq shicrka gabayaagaad umada ku dhawaaq ilaan maadun baa hadhe faqaala wuxuu yihi lastu shaaciran anuu nin gabayaaba ma ihi qiila waxaa lagu yidhi famin ayn anta adu xaggaad ka soo gashay hadda xagga aad ka tigto xaggii ahayd qaal wuxuu min alqaawi waxaan ahay kuwa iska daba raaca ee haddaa leedmo kuwa lumay ee gabayaaga daba socdaan anuu ka mid ahay min alqaawi ayuu yidhi alladiina qaala lahum allahu fiihim kuwa ilaahay yidhi washucaraa yatabicuhum alqaawu baa ilaahay war gabayaaga qaar lusan ayaa iska daba socda baa layidhi buuri anu kuwaasaana min alqaawi waan iska daba socday uuri ma aan ahayn anu kuwa gabyad maan ahayn fadaxika alamiiru waxaa qoslay ninkii boqorka ahaa ee nimankan u yeedhay min ijaabati jawaabtiisa wuu ku qoslay wa amara lahu bijaaisatin jaaisatu wa amara wuxuu yihi war waa qaawiintii ninkani wuxuu dhiibay buuri isagana haddaa lahaydbo isagana yaa inaan qaawinine waa min alqaawiine qahwaha siiya buuri kana dabeedna kiina waa la siiyey talaata saafara waxaa safray cuhmaan ibn rawaaha ninka la yidhaahdo wasadiiqun lahu yani ay saxiib ahaayeen fii beledin baciid ilaa beledin baciid ee magaalo fogba uu safreen waa cuhmaan ibn rawaaha yani ay saxiib ahaayeen cuhmaan ibn rawaaha waatan soo sheegnayo waa dadka wahsiga badan muu tusaale u yahay kaasina wuxuu ahaa dufayli ayuu tusaale u noqdaa dadka iska raaca meel aan muraad meesha aan looga yeeran faqaala wuxuu ku yihi sadiiqu fi safari ninkii ay safarka ku saaxiibeen ayaa yidhi idhab yaa cuhmaan cuhmaanow ila suuq war cuhmaanow suuqa tag washtar lanaa laxman hilib noo soo yibi aynu maaragtay karsanno faqaala lahu cuhmaan baa yidhi wallaahi maa astatiic ilaah waxaan ugu dhaaranayaan hilib soo iibin karin anigu nin maaragtay maba dirgin karo hilib ma soo iibin karo faqaama waxa kacay asadiiqu saaxiibkiisii washtaraa laxman hilib buu soo iibiyey wacaada wuu soo noqday yaquul isaga oo kule quma laan haddaba imanka kaco wadbak waxaad karaysaa allaxma war hilibkuna haddaba inoo karin waan igan keenay faqaala cuhmaan baa yidhi marwaaxa wallahi laa astatiic inaanan karin karin ba wallaahi ah ma kari karo maba awoodi karo fadabaka sadiiquhu saaxiibkiisu allaxma hilibka kariyey wacaada wuu soo noqday yaquul isagoo kule alaana qad ucidda acaam cuntadii waa la diyaariyey war cuntadii waa kuu diyaar wamaa calayka wax kaloo adiga ku haro xilihi ma jiro ilaa anta dacahu amaamaka soo qaado hortaada soo dhigo cuntada faqaala wuxuu yihi cuhmaan ibn rawaax ma astatiic ma kari karo ma soo qaadan karo fawadaca sadiiqu ninkii saaxiibkiisii ahaa ayaa soo dhigay adacaama cuntadii amaama uu soo hordhigay waqaal la wuxuu ku yihi alaa taakul alaan iminka miyaad cuni karin iminka waanaan ku hordhigae gacanta miyaad gelin karin yacni waxa loogu tusaaleya qofka aan waxba qabanin faqaal lahu cuhmaan baa yidhi wallaahi laqad istaxyatu iminka waxaan ka xishooday min katrati ictidaari cudurdaarkii badnaa ee aan kugu celiyo waxba ma kareyda ku hayay iminka waan ka xishoodayo ma odhan karo iminka gacanta ma gelin karo ma odhan karo wuu yihi waadiganta isoo hordhigay iminka mar dambe ma odhan karayo ma cuni karayo waqaama wuu kacay ninka waa kale cuntadii buu cunay wahuwa qaariqun isagoo aada ugu haftay fidixka aadna wuu u qoslay cuntadiina wuu cunay wuxuu yidhi iminka ma odhan karo waxba ma cunayo dakala ashcab ashcab ninka la yidhahba isagu damaac buu ahaa calaa jamaacatin koox buu usoo galay waad ashcab yaa kulin wax cunaya wahum iyagu dadka wax cunaya laa yacrifuunahu ninkan ma yaqaanaan faqaala wuxuu ku yidhi ashcabkii lahum dadkii assalaamu calaykum nabadgelyadishiina ha ahaato yaa ayuha li'aam ragii hawxumi qofka aada u litaala la'iin dadkan aadka u xunow
nabiga dushina ha noqoto buur fa nadaru ilahi saata oo eegan mana garanayaan qaalida waxa ku yiraahdeen la wallahi ilaah waxaan ugu dhaaranay inaan aan dad xunahay bal jiraan war dad wanaagsan ma noqonay dad xumanihin fajalasa beenu dhaxdoodu fariistay wuxuu isagoo yaquule allahumma ij'alhum min as-sadiqin ilaahu qaar ruu sheegay ka dhig oo dad wanaagsana wajcalni iga dhig anigana meel kaadiyada beerayaasha ilaahu aniga iga dhig oo hadalkaan leh waa qaar xun ilaahu hay rumaynine anigana beenala iga dhig iyagana qaar ruu sheegay ka dhigo ku wareysay ilaahu iga dhig buu ana beenala iga dhig suma maddayada uu gacantii buu ku fidiyay gacantii filqascati xeeladii cunayeen alatii bayna yadayhim xeeladii dhextaale uu laacay wuxuu yaquul isagoo la maadaa taakul war maxaad cunaysaan buu yiri faqad waxa aadna kulu suma war sumaan cunayna yacni siduu soo maqay markaa sumaan cunayna bay yidhahdeen ee ha sumoobi faxashaa famahu afku ku riday uu ka buuxay meel akli cuntadii markaasuu huwa yaquul wuxuu lahaa alxayaatu min bacdikum xaraamun haddaad idinku dhimataan in la noolaadaba waa xaaraan waa laydila dhintaa ayuu yidhi cuntaduu ku cunayaa suu yihi in laydila dhintaa dee maxaa nolol haddaad dhimataan in la noolaada xaaraan weeye wuu cunay wuu la cunay dabeedna markuu saa yidhi faqaal waxay ayaa ayuha rajulu ninyahow hal carafta mina axadan war mid dama naga garanaysa waadigan cuntadii nagu bilaabay u na dhex qaade nin intanaad ka garanaysa ma jira bay yidhahdeen dabeedna faashaar ascab wuxuu tilmaamay ila dacaami cuntadii saa farta ugu firiyey rasuul rasuul carafta hada kanaan garanaya anugu cuntadii intu farta ugu firiyey wuu kanaan garanaya oo meesha yaala waa cuntada eh ayaan garanayaa buu waa ninkii damaca ahaa khatarta ahaa dakhala abudullaabata ninkii loo shaaray abudullaaba usoo galay ashaaciru gabayaag ahaa calal khaliifati boqolkii buu soo galay almahdii la odhan jiray faashada wuxuu u qaaday uu tiriyey qasiidatan tix gabay ah oo ammaana oo cajabatu ka yaabisay boqorka waqaala wuxuu ku yihi maadaa turin waadii ammaantay waxbay ku bixin jireen berigaa boqoradu oodigaana ammaanae maxaad doonaysaad maanta iga codsanaysaa faqaal wuxuu yihi abudullaamata ninkii loodhan jiray baa yidhi uridu kalba saydin buu yihi ay aan ku ugaarsado wax kaloon ku weydiina ma jirtay ay aan ku ugaarsado waa boqorkii dhammaa ayaan kaa doonayaa buu faacdahu kalban ay buu siiyey markaa wuxuu yacjabu wuxuu la yaabay markaa boqorku min tafaahati dalabihi waxaanu codsaday yaraantiida han yaraantiisu la yaabay boqorkii oo dhan baa yidhi markuu ammaanay maxaad iga codsanaysaa si ay aan kaa ku ugaarsoo quraysiin aygii buu siiyey waan la yaaban yahay laakiin abaadullaamata ninka loo jiray caadda hadalkii buu ku noqday dib buu isu majiiray haddana yaquul isagoo leh hal yardaa maraali buu ka yahay amiirulmuuminiin amiirulmuuminiinka ayga i siiyey idaa kharajtu lisayd markaan ku aru baxo inaan ugaarsay ayga ka haysto an acduwa calaa qadamaya mana labada lugood ku orduu doonaya amiirku buu yihi ay unbay ugu raree aygeela waan ku ugaartegayaaye manaan lugahay ku cararu doonayaa buu yihi fadaxinka boqorkii baa qosay qaala wuxuu yidhi qad amarnaa laka bijawaadi faras wanaagsanna waanu ku amarnay waa ninka faras wanaagsan hala siiye buu faqaala wuxuu yidhi abudullaabat baa yidhi waman yadbaku sayd oo marka cuntadan aan waa kelida cuntan markaan saydka ugaadha markaan soo qabto yaa karinaya cuntada ila wax cid kastaa la doonayaay haddaan ugaar soo qaaday yaa karinayo ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi qad amarnaa laka bikhaadimatin gabadh kuu shaqaysa oo aada guursato oo aad doonana waanu ku amarnay hal turidu shan aakhir wax kale miyaa doonaysaa buuri waanigaa faraskiina ku siiyey gabadhiina waan ku siiyey aygaad ku warsan waan ku siiyey wax kale miyaa doonaysaa faqaal wuxuu nacam haa ya amiir almuminiin doonayaa laqad jacalta lii usratan kabiiratan waadiga qoys weyn baad iga dhigtay imaka oo reer gabadh baad raacisay oo ay baad keentay oo faras baad keentay reer baad meeshan dhistay isku xidhan oo dhammaystiran famin ayna yaa kuli xagee wax ka cunay masaarif ba uma haye masaarif aan u hayaa reerkan aad samaysay ma jirto xagee wax ka cunayaan dee masaarifti keen buu yihi fadaxeka almahdiyu mahdigii baa qoslay waa amar wuxuu amray bimaalin xoolo yagfii ku filan linafaqati beytihi wixii masruuf u ahaan lahaa gurigiisa aljadiid cusub wuxuu waa ninkaa masruufka haloo qoro halkaa ka gurta masruufka ah marka wuxuu ka sameeyey xoolo badan iyo reer ayuu meesha ka dhistay oo masaarifti waa loo qoray dakara ibnu jawzi fii kitaabi alaskiyaa ibnu jawziina kitaabka dadka caqliga badan wuxuu ku sheegay ana waladan sagiiran inaan yar ayaa jalasa fadhiistay maca qoomin qol ula fadhiistay yaa kulana wax cunaya fabakaa inankii yara baa iska ooyey qaal waxa limaada tabka war tabkii maxaad ooyeysaa ku aya cuntada maxaad cuni weyn qaal wuxu aطcaamu xaarun cuntadu waa kulushahay cuntadu waa kuleyl buur qaal waxa dhahda turku cunta iska da xataa yabrudda ha kuu qaboobee dee iska fadhiista ha kuu qaboobee oo iska sug ayay ku yidhahdeen q
قالوا أنتم لا تتركون ديدي كان كتكم مرينا سامبول وحبار دكوا قارية سويد كان دكوا أم جمني عنايا ويدعش كذي بريه ميجا هل عنو شري بوب شري إن مارته تذكر قار أيكو قبتان قار أي جمو ويان وهذا بدنا قار أي مالكو قبتان مركو وريان حطوا نص عطوا عن تدري وكو جمنيو إنه هذا قبل عن مالكو قرتو وها تيجود هو ودم بيوها كم ده مر رجل على جحا نيم بجحا صومري وهو يحفر حفرة وحقضية مال حفرة قد بقضية قد في الصحراء مال لما الدقانة الصحراء هو مال برعود ومقيل لهين وبيا لهين وبال لهين أولا قرري حتى على مدينة ولما سألوا عصر بذلك روحوا الماشي المحكي قضية ثانيه قالوا روحوا دفنت في هذه الصحراء لما الدقانة كان موحا قواسي تراهيم العقبة هانك قواسي بري وصحراء ونصوم الرئيس هذه يتشار قصوية اللياب لي أيو شيئا أو عقل بدنا نكتلتو وهدرنا عاصمة وكمتلو مرسولي هلكنا بر العقواس فنان كان علدا تبدو خولي لا اعرف مكانها ماشينا ما غرنيو فكا كان اسك قوديا سحرهن دان عالم كان دمان واخ قواس كان قودي فقال لو يقول ارجونك كان يجب عليك ان تجعل عليها علامه لو واجب هوها ان علامه سميت مشد واخ قواسيسو مر علامتي ما كان لغي غرمك بنكن دان قال وحو جوحا قد فعلت وان سمي علامه وان سمي قال رجلك وما علامتك وعلامتك محايا هذا علامتك ما يسي قال رجل صحابة في السماء ضرور بانكو علامة عركة كتالي وكان تضلها حريني سميس مالك هالميس يكون حي ضرور بادوك تاقني ضرور تنام واشي وكتا قاقضي هذا النهار كان ما قاقضي عقضي دي واحد أيكو استرى جحا عسرة حمير جحا يعني وحو يسي تمر دمير والركبة وحو فولي واحدة منها مدبو فولي دمير دي وحسبها دي دو تري من دو فوشي هاي فإذا هي تسعة سبعة نقطه فنزلوا كدقي ثم انتو كي كدقي ثم حسب هذا التري فإذا هي عشرة تمكوا ديه مركو متفولنا سبعة نقطان مركو كدقنا ثم نقطان فقالوا امشي وارسك لغين واربحوا وحا فائدي امشي انا لغيه واربحوا ان فائدو دمار كيك طبنات هلو ايا خير وكبر ايسن من اركب الى الدمار فولو واخسر حمار الدمار خساره وحول الى ان اسك لغيه بحلا دمار كوتو وقال دمار كيك حلو aya ida hantina inta mid fuulo dabeer waayo dabeerna dameerhi dowdu ka kaxay walaal ala bisawab wa billahi tawfiq